صفر اسود ده ضل قوي. لو صبر القاتل على المقتول النور اهو زي الفل، فرح العمده تحت. النبي خف النور شويه يا ابو مصر. لا والنبي والنبي يا نجيب ما تخلوش يخف النور، ابوس ايدك. خلاص بلاش يا ابو مصر. حسام تمام يا باشا. ابراهيم 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 يلا انزل. يلا انزل. انا راجل غطاس، الموضوع ده تافه بالنسبه لي. حسام حسام انت فين يا حبيبي؟ شيخ حسن لن نصيبنا الا ما كتب الله لنا. طهامي انزل بالراحة، ها؟ دفع متلصم، ما تدبش على الأرض. عمرك يا باشا. زاهر لا 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 بلاش أنا والنبي النجيبي، بلاش أنا والنبي، ده ضيق قوي. انا حاسس ان انا هتخنق تحت، انا عندي فوبيا من الاماكن المقفوله. الله غير يا باشمهندس، ما تهبق وتنزل. الله ده شكله حتى سرح وبارح. ده بركه الدحاج اللي كان في امه. ده عدم عدم عدم. الله الله الله، ما تنزل يا باشا، دي شكلها سرحه وبارحه. طبعا ما هو ده بالنسبه للنفق اللي انت قاعد فيه انت وامك، ده يعتبر سويد. يلا زاهر بلاش من هنا. يلا يلا امسك ايدي امسك ايدي والقفوا معايا يا تهام. انزل 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 ما تخافش. انزل تمام يا باشا. عارف ان انتوا قلقانين، بس فكروا كده واحنا راجعين ومعانا الفلوس ومخلصين الشغلانه وكل واحد بيحقق الحلم اللي كان بيحلم بيه، اكيد احساسكم هيكون مختلف عن احساسكم دلوقتي. احنا هنرجع من نفس النفق ده باشا؟ طبعا. محدش فيكم يعني سالني انا ليه اخترت اللي احنا هنخرج من هنا وده ارجع من هنا. والله يا باشا انا كنت عاوز اسالك السؤال ده، بس حضرتك مانع على اسئله. لا بالعكس، ده سؤال كويس. ربنا يكرمك. احنا لو كنا عدينا من المعبر بتاع الحكومه كان لازم يشوفوا الباسبورتات بتاعتنا ويثبتوا دخولنا. احنا دلوقتي لا خرجنا ولا دخلنا، دلوقتي احنا لسه بور فؤاد، ولا يمكن لاي حد يقدر يثبت ان احنا لينا علاقه بالموضوع. ايه المفهوميه دي يا كبير؟ عليا النعمه، ده انت دماغك تسع بدل الدنيا الف. يا ابني عايز تقنعني انك فاهم كلمه من كلام الباشا؟ لا. طب نقطنا بسكاتك بقى. ايوه يا باشا، بس النفق ده ممكن يقع لينا. يا زاهر يا حبيبي لازم تعرف ان انا اخترت النفق ده مش اعتباطي. ما الانفاق كتير بيعدونا بفلوس اقل من اللي احنا دفعناها لبوس. انا محققا للحق، الراجل ده عامل النفق بضمير. بحاطط حبيبي مسلح. والله زين ما اخترت يا ريس، الغالي ثمنه فيه برضه. والنفق ده طوله قد ايه يا ناجي باشا؟ 9 كيلو. 9 كيلو؟ انتوا فاكرين في بور فؤاد لما كنت بمشيكم من الفيلا لغايه المعديه؟ كانت المسافه 18 كيلو. يعني المسافة دي نص بالظبط. بس ده كان على البحر يا ريس، مش في نفق لا مؤاخذة. أنا مش عايزكم تفكروا إن إحنا ماشيين في نفق. تخيلوا إن إحنا ماشيين على البحر بنتفسح. ما بتعرفوش تتخيلوا؟ فاكرين لما كنت بقول لكم غمضوا عينيكم؟ يا سبحان الله، يا سبحان الله. أهو الإنسان مصيره في النهاية
حفرة زي دي. آه الإنسان لو يتعز. تكلمنا حاجة حلوة يا شيخ حسن. بقول لكم تمشوا على البحر. أنا متخيل. والمصحف أنا متخيل. متخيل إيه يا إبراهيم؟ أنا في مارينا. الواد ده خياله عالي قوي. شايف إيه؟ ده أنا شايف حتة مزة ماشية على البحر ولابسة مايو أبيض. إيه؟ حكاية. أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم. هتسيب الراجل يتخيل يا شيخ حسن؟ هتخش له كمان في خياله؟ هو بيتمشى في مارينا. اتمشى أنت في الحسين. يا نهار أسود! إيه في إيه؟ في إيه؟ لا أصل وأنا بتخيل جوزها دخل علينا يا باشا. بقول لك يا باشا، الناس اللي احنا شفناهم عند ابو موسى دول ما شفناش فيهم مصريين خالص. ليه؟ المصريين قاعدين على القهاوي دلوقتي يا عبد الجليل. تعرف يا باشا، انا ناوي ان شاء الله اول ما ارجع مصر واخد نصيب من العمليه دي افتح مشروع كبير قوي، مشروع يلم كل الشباب اللي قاعدين على القهوه ليل ونهار. ما تنبرش فيها يا ابو نط الله يكرمك، مش لما نخرج من النفق ده على خير. تاد رزل يالا، نطت فوقي في كل كلمه، ما تفكك مني يا ابراهيم. ما انا قريت لك حديث وانت رايح الاولمبياد بتقول انك هتهدي الميداليه لكل شباب مصر، وديك رجعت قفاك يا امر ايه؟ اوه ده انت واطي قوي. عايز ايه يالا؟ عايز ايه؟ على رسول الله. ايوه التوه. ايه؟ انتوا كنتوا؟ حد اتخانق جوه نفق؟ ابعد من هنا. خلاص يا حسام. خلاص يا حسام، ايه ده فاشل؟ نجبي الحالة نجبي. ايه مالك؟ الحالة نجبي مش عارف اخد نفسي. ميه. هتخنق، مفيش اكسجين. اديله شوية ميه. مش ميه، ما تخافش ما تخافش ما تخافش. اشرب ميه. اشرب ميه. بس اهدى. بص، طول ما في كهرباء في اكسجين، والكهرباء شغالة زي الفل قدامك. الكهرباء قطعت، يبقى مفيش اكسجين.